لفريق الفيصلي سليمان العساف، ركلة مرمى لفريق الأهلي، هذه عادة من جديد من زاوية مختلفة، كرة رائعة وتصدي أروع من قبل الحارس أحمد الصغير. هجم الآن أهلاوية، فيها الخطورة، فيها الخطورة والهدف الأول، الهدف الأول لمصعد فريق الأهلي. كرة صاروخية عن طريق اللاعب مراد، مراد يرد على صاروخية إحسان، ولكن الفرق أنها داخل الشباك. كرة ممتازة من اللاعب المحترف مراد، يسدد في سقف المرمى، هدف الافتتاح لفريق الأهلي في حوالي الدقيقة 24. هدف أول بكرة لا ترد ولا تصد عن طريق مراد. مراد يفتتح التسجيل لفريق الأهلي. نشاهد التمريرة الممتازة من بين العمق الدفاعي لفريق الفيصلي. كرة لم يجد فيها يزيد أبو ليلى لا حول ولا قوة، وتتهادى داخل الشباك. هدف أول بكرة رائعة وتصويبة قوية من قبل مراد. هدف نتمنى أن نغير من شكل المباراة.